معكم سي الوفا نمشيو للحزب الاستقلالي وما شنو علاقتك به انت في حزب الاستقلال ام خارج حزب الاستقلال انا هو حزب الاستقلال انت بغيتك حزب الاستقلال انا حزب الاستقلال مكتوبه على جبدتي وما كتبانش لينا طيب تم اعلان عن طردك حسب الناس اللي مسؤولي في الحزب انت مطرود او تم توقف ديالك يطردوا اللي بغاو يخرجوا اللي بغاو انا مكتوبه على جبهتي واش علاقتك بلا هواء في المعارضه مازال تابعين كاين نشوف فيك شويه شويه مره مره وطينا كنلبش فيهم على انا سال كدردق عليهم كيف قلتي ديك المره في ما باقيش بغيت نعاود هذه الكلمه كيما اللي نمشي نمشوا واخا شنو علاقتك بالهواء ولا عنده شي حاجه ما يلاحظ عليا مرحبا سي الوفا شنو علاقتك بالهواء حنا عرفنا الزوجه ديالك كاينه فيها عاود ثاني ضحك كل شيء صافي يعني بين المعنى مني كاينه الزوجه راه عرفت ولا واعطيني تصريح بلا ما نبقاو كنكلم لا 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 عفاك هذا المواضيع مقرر ما نتكلمش فيها بعض الناس انا ما متفقش على حزب الاستقلال يخرج من الحكومه لدابا مازال ما متفقش معلوم خطا حزب الاستقلال يخرج من الحكومه النتيجه قدامنا يوم من بعد من بعد كان كيتقال جوج ديال الحوايج باش هاد الحكومه هادي خصها اولا الميثاق ديال الاغلبيه خصو يتعاود الميثاق ديال الاغلبيه هذا واضح سي الوفا سؤال اخر السؤال الثاني هو بغاو يسعوا الحكومه الحكومه توسعت بغا يدخلوا لها النساء يعني هذاك الشيء اللي كانوا كيغوتوا عليك انا بغيت نسولك بغيت نسولك باغيين يحققوا على رسوم بغيت نسولك سي محمد هما خرجوا واسمعني نسولك خرجوا اسماء كيقولوا لي خاوين الفار واخا واسمعني نسولك كاين